kuntum bil hamasa. Naam, nahnu bil hamasa. Alhamdulillah ila kadzalik. Tayyib, qabla an abda hadhihi al-rasaha bina nadzur jama'atan wa atluq wahid minkum ikhtiyar al-du'a. Man turid? Ana ya ustaz. Tayyib, tafadhal ya ana. Syukran ya ustaz. Hayya bina nasrullah ta'ala. Nabda doa anakan raditu billahi rabba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fatma. Kelas syukran ya anak. Mas punya aji ada di sana tidak hadir. Aman Ramadan. Ada ya Ustaz. Juga hadir. Muhammad Rizal Fatoni. Alhamdulillah. Tidak hadir. Alhamdulillah. Kulum hadirun. Hargunto Mustaidun. Thank you.
المسجد Alhamdulillah.
Wassalisan tafadhal ila Muhammad Rizal Fatoni. Tapi menjadi dan waktu waktumu mas ramitum yang adalah al marafiq al am fi madrasatina marafiq ammatun kathiratun minha fusulun dirasiyatun nadrusu fiha ad-durus al-muqarrarah wa minha ma'mal al-lughat natadarrabu fihi 'ala al-istima' wal-kalam bil-lughah al-'arabiyyah واللغه الانجليزيه ومنها مكتبه نقرا فيها انواعا من الكتب المدرسيه وفيها ايضا الجرائد والمجلات ومنها مسجد نصلي فيه جماعه ومنها ملعب نتدرب على انواع من الرياضات البدنيه نلعب في كره القدم وكره السله وتنس الطاولة وغيرها وهناك مرافق عامة أخرى تساعد على نجاحنا في الدارسة منها قاعة الاجتماع نجتمع فيها في الحفل بذكر مولد الرسول والحفل بنزول القرآن وغير ذلك من المناسبات ومنها مكتب الشؤون الإدارية يعمل فيه الموظفون الإداريون ومنها مكتب هيئة التدريس يجتمع فيها المدرسون والمدرسات وهناك مقصف يبيع فيه البائع بعض المأكولات والمشروبات وعندنا بواب يحافظ على أمن المدرسة وسائق يسوق سيارة المدرسة ولا ننسى الميضاءة نتوضأ فيها وهناك مرحاض للرجال ومرحاض للنساء بل هناك مرحاض خاص للطلاب ومرحاض خاص للطالبات طيب السلام عليكم طيب بدل هذا سأقرأ القراءة مرة واحدة المرافق العامة في مدرستنا مرافق عامة كثيرة منها فصول دراسية ندرس فيها الدروس المقررة
وحينها مأمن اللغات نتدرب فيه على الاستماع والكلام باللغة العربية واللغة الإنجليزية ومنها مكتبة نقرأ فيها أنواع من الكتب المدرسية وبها أيضا الجرائد والمجلات ومنها مسجد نصلي فيه جماعة ومنها ملعب نتدرب على أنواع من الرياضة البدنية نلعب في كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة وغيرها وهناك مرافق عامة أخرى تساعد على نجاحنا في الدراسة منها قاعة الاستماع نستمع فيها في الحفل بذكر مولد الرسول والحفل بنزول القرآن وغير ذلك من المناسبات ومنها مكتب الشؤون الإدارية يأمر فيه الموظف الإداري ومنها مكتب هيئة التدريس يستمع فيها المدرس والمدرسات وهناك مقصف يبيع فيه البائع المأكولات والمشروبات وعندنا بواب يحافظ على أمن المدرسة وسائق يسوق السيارة للمدرسة ولا ننسى الإضاءة نتوضأ فيها وهناك مرحاض للرجال ومرحاض للنساء بل هناك مرحاض خاص للطلاب ومرحاض خاص للطالبات والآن كهرب كلامي أيها التلاميذ المرافق العامة المرافق العامة في مدرستنا مرافق عامة كثيرة في مدرستنا مرافق عامة كثيرة منها فصول دراسية منها فصول دراسية ندرس فيها الدروس المقررة ندرس فيها الدروس المقررة ومنها معمل اللغات ومنها معمل اللغات نتدرب فيه على الاستماع والكلام باللغة العربية واللغة الإنجليزية نتدرب فيه على الاستماع والكلام باللغة العربية واللغة الإنجليزية ومنها مكتبة ومنها مكتبة نقرأ فيها أنواع من الكتب المدرسية نقرأ فيها أنواع من الكتب المدرسية وفيها أيضا الجرائد والمجلات وفيها أيضا الجرائد والمجلات ومنها مسجد يصلي فيه جماعة ومنها مسجد يصلي فيه جماعة ومنها ملعب ومنها ملعب نتدرب على أنواع من الرياضة البدنية نتدرب على أنواع من الرياضة البدنية نلعب في كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة وغيرها نلعب في كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة وغيرها وهناك مرافق عامة أخرى وهناك مرافق عامة أخرى تساعد على نجاحنا في الدراسة تساعد على نجاحنا في الدراسة منها قاعة الاستماع منها قاعة الاستماع نستمع فيها في الحفل بذكر مولد الرسول والحفل بنزول القرآن وغير ذلك من المناسبات نستمع فيها في الحفل بذكر مولد الرسول والحفل بنزول القرآن ومنها مكتب الشؤون الإدارية ومنها مكتب الشؤون الإدارية يعمل فيه الموظف الإداريون يعمل فيه الموظفون الإداريون ومنها مكتب هيئة التدريس ومنها مكتب هيئة التدريس يجتمع فيها المدرسون والمدرسات يجتمع فيها المدرسون والمدرسات وهناك مقصف وهناك مقصف يبيع فيه البائع بعض المأكولات والمشروبات يبيع فيه البائع بعض المأكولات والمشروبات وإذن بواب وعندنا بواب يحافظ على أمن المدرسة يحافظ على أمن المدرسة وسائق يسوق سيارة المدرسة وسائق يسوق سيارة المدرسة ولا ننسى الهدوء نتوضأ فيها
من حاضر للنساء قم هناك مرحاض للرجال ومرحاض للنساء بل هناك مرحاض خاص للطلاب ومرحاض خاص للطالبات بل هناك مرحاض خاص للطلاب ومرحاض خاص للطالبات الحمد لله خلاص صفيكو هل سمعتم وفهمتم؟ إذا فهمتم سأوصل إلى القاعدة. هذه القاعدة اسمها مبتدأ وخبر. هل عرفتم ما هو المبتدأ والخبر؟ لا يا أستاذ. Okay.
konteks ini firman dosa ini termasuk ke dalam jenis yang serupa dengan jumlah atau sering dinamakan dengan sibul jumlah. Tandanya apa? Di sini ada jar majrur, ada harf jar di sini. Jadi untuk contoh yang kedua ini, khobar di sini termasuk dalam khobar jumlah. Itu. Jadi dalam masalah ida laisa su'al uridu an aqra'a uridu an as'ala alaikum yani udkuru al-amsal min al-qa'ida ayy turid man ya akhina bidafadali fadal bil kitaba ala sukura. Nada darabu fihi ala al-istima' wa
minha maktabul liyatut tadris yastami'u fiha al-mudarrisun wal-mudarrisat wa hunaka maqsafun yabi'u fihi al-ba'i badal maqbulat wal-mashrubat wa indana bawwabun yuhafidu al-amdil madar mantil rosa wasa'ikun yasufu sayyarat al-madrasa walam sa'ami do'a natawadu fiha wa hunaka mirhadu dirroj rijal wa mirhadu din bisa bal hunaka mirhadu khosun litulak wa mirhadu khosun litulak Alhamdulillah. Syukran ya nama Allah kepada Bu Julus. Sopiku ila anan. Bakar mantul badaru. Layib, ini turit. Layib, tafadhal ya Dimas. Al-Marafiqul Amr. Ima dorasa dengan Al-Marafiqul Amr. Minha, usumun dirasik. Al-Marafiqul Usa al-Qurrah minha ma'amil Bukhari Atadarrabu fihi al-istimai wal-kalami Kulungat al-Arabiyya wal-Lutat al-Inglisya Minha ma'kabah Naqra'u fiha al-wa'an al-kutub al-Mudrasi Wafiha aydan al-Jaraid wal-Mujallad Waminha masjid musallu fihi jama'at Waminha mal'ab Atadarrabu ala anwa'in al-Riyawid al-Madaniya Nal'abu fi al-Qurrah al-Qadar Al-Qur'an Salah, Qadis Al-Tawilah, Wahidah. Ayo, kelas, syukuran ya Dimas, Sofiku. Syukuran kema, ma'ahsan kema. Ayo, ayo ad-dalamin. Hadak Islam buah Kismul Masrur. Sofiku lana. Alhamdulillah pada rasna al-lughah al-arabiyah yakni bil mawdu' al-marafiqul amma fil madrasah wa qad intaha awqatana wa sanwasil fi usbu'il qadim wa huwa al-mataf yakni inna fi hadzal madrasah aw fi hadhihi al-madrasah marafiqul ammatun minha mal'abun wa maktabun wa maqsafun wa usulun mirsyatun wa ghayruha summa hadza huwa minni Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamu ayat ya ala ulmana ulman nafiat. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.